يقول: أتيت للعمرة وبعد أن أديت عمرتي هل يجوز لي أن أخرج إلى الحل أؤدي عمرة عن أبي الميت أو أحد أقربائي؟ الجواز يجوز، لكن بقائك في المسجد الحرام والطواف والصلاة فيه والاعتكاف فيه أفضل من تكرار العمرة. وعليك أن تدعو لوالدك، تدعو له وأنت تطوف، تدعو له وأنت تصلي، تدعو له وأنت جالس في الحرم، هذا أفضل من العمرة، من الخروج من الحرم لأداء عمرة. بقائك في الحرم أفضل. نعم.